السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم التصحيح للامتحان الموحد المحلي الثانوي التأهيلية المجنية بالترداد. تحياتي وشكري للأستاذ صاحب الموضوع. فيما يخص ترداد المعارف، التمرين الأول اكتب صحيح أو خطأ أمام الاقتراحات التالية. إذا العصارات الهضمية لدينا 3 اقتراحات، مواد تفرز من طرف الغدد الهضمية فعلا صحيح، مواد خالية من الإنزيمات خطأ لأن صفة العصارة الهضمية بطبيعة الحال تطلق على العصارات التي تحتوي على إنزيمات وليس العكس. تحول الأغذية البسيطة إلى أغذية مركبة بطبيعة الحال اقتراح خاطئ. مرض السل بطبيعة الحال يصيب الجهاز الهضمي خطأ، الجهاز البولي كذلك خطأ، الجهاز الدوراني كذلك خطأ. مرض السل كما بينا ذلك بطبيعة الحال هو مرض يصيب الجهاز التنفسي. تتكون البروتيدات من بطبيعة الحال لدينا دائما 3 اقتراحات، أحماض دهنية وأغليسيرول خطأ، أحماض أمينية وأغليسيرول كذلك خطأ. غليسيرول لا يوجد ضمن مكونات البروتيدات. أما فيما يخص الاقتراح الثالث أحماض أمينية، فعلا البروتيدات تتكون من أحماض أمينية، إذا هي جزيئات صغيرة تشكل لنا بطبيعة الحال البروتيدات. فيما يخص الشرايين تنقل بطبيعة الحال الدم الغني بالأكسجين بطبيعة الحال خطأ. هناك بطبيعة الحال فيما يخص الشريان الرئوي ينقل بطبيعة الحال الدم المحمل بثنائي أكسيد الكربون، أما الشريان الأبر فهو ينقل الدم المحمل بثنائي الأكسجين. في هذه الحالة سنعتبر الاقتراح خاطئ. الدم من الأعضاء ينقل الدم من الأعضاء إلى القلب بطبيعة اقتراح خاطئ، لأن العروق الدموية التي تنقل الدم من الأعضاء هي الأوردة وليس الشرايين. وأخيرا فعلا الشرايين هي العروق الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى الأعضاء. فيما يخص التمرين الثاني، من بين الاقتراحات التالية صحح الاقتراح الخاطئ. لدينا 4 اقتراحات، إذا ينتج عن هضم الدهنيات تكون أحماض أمينية وغليسيرول، إذا ينتج عن هضم الدهنيات تكون ليس أحماض أمينية وإنما أحماض دهنية. في الأعضاء يثبت الخضاب الدموي الأكسجين، إذا عملية تثبيت الخضاب الدموي لثنائي الأكسجين تتم على مستوى الرئة وبالضبط على مستوى الأسناخ الرئوية فعلا، حيث يتشكل بطبيعة الحال مركب الخضاب الأكسجين وهو مركب غير ثابت للتذكير فقط. فيما يخص الاقتراح الثالث، تمر الغازات التنفسية من الحيز ذي الضغط المنخفض نحو الحيز ذي الضغط المرتفع، إذا هنا نتذكر مبدأ انتشار الغازات الذي مفاده أن الغازات تنتشر دائما من الحيز ذي الضغط المرتفع نحو الحيز ذي الضغط المنخفض وليس العكس. الاقتراح الرابع، يعتبر الجليكوز من المكونات العادية للبول. بطبيعة الحال الجليكوز لا يعتبر من المكونات العادية للبول لأن وجوده في البول يدل على الشخص مصاب بمرض السكري وللتذكير فقط، فوجود الجليكوز ضمن مكونات البول بطبيعة الحال يتم في حالة تجاوز تركيز الجليكوز في الدم 1.6 غرام في اللتر والتي اعتبرناه عتبة إبراز بطبيعة الحال الجليكوز. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث، صل بخط بين عناصر المجموعتين. إذا المجموعة الأولى فيما يخص تترة الفضة هو عبارة عن كاشف للأملاح كلورات. غذاء مركب، نعلم أن الأغذية المركبة تتكون من عدة أغذية بسيطة فعلا. الهزال الاقتياتي هو بطبيعة الحال فاقة غذائية ناتجة عن نقص في الأغذية، إذا فاقة غذائية حرارية. فيما يخص الكساح فهو كذلك عوز في فيتامين دي والكالسيوم. فيما يخص محفز للتفاعل الكيميائي، الأمر هنا يتعلق بالأنزيم وبطبيعة الحال لا نجده ضمن العناصر المجموعة رقم 1. ننتقل الآن إلى استدلال علم التواصل البياني والكتابي. التمرين الثاني، يمثل جدول الوثيقة رقم 1 أسفل الأغذية المتناول من طرف شخص خلال 24 ساعة، إذا لدينا الأغذية كما نلاحظ. السؤال رقم 1، استخرج من الجدول الأعلى مثال واحد الغذاء غني بالبروتيدات. إذا سنتجه مباشرة إلى البروتيدات ونرى بطبيعة الحال أن الأمر يتعلق هنا بالسردين. 100 غرام من السردين تحتوي على 20 غرام من البروتيدات، وبالتالي الجواب سيكون بطبيعة الحال السردين. فيما يخص الغذاء الغني بالدهنيات، سنتجه الآن نحو بطبيعة الحال الخانة الخاصة بالدهنيات ونرى بطبيعة الحال على أن أعلى رقم في هذه الحالة هو 19.8 غرام، وفي هذه الحالة فقط بالنسبة ل 20 غرام، أما بالنسبة ل 100 غرام فينبغي بطبيعة الحال أن نقوم بضرب 19.8 في 5، إذن هذا يؤكد لنا على أن بطبيعة الحال الزيت غنية بالدهنيات، وسنختار في هذه الحالة كجواب الزيت. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، إذا علمت أن 1 غرام من البروتيدات تحرر 17 كيلو جول من الطاقة، 1 غرام من السكريات 17 كيلو جول كذلك، أما 1 غرام من الدهنيات فتحرر لنا 38 كيلو جول من الطاقة. احسب كمية الطاقة المحررة من طرف كل من السكريات الدهنيات والبروتيدات المكونة للأغذية الممثلة في الجدول. إذن بطبيعة الحال أول مرحلة سوف نقوم بجمع بطبيعة الحال كمية السكريات، كمية البروتيدات وكمية الدهنيات. فعلا في هذه الحالة لدينا 135 غرام في 17، في هذه الحالة القيمة الطاقية المحررة أو كمية الطاقة المحررة من طرف السكر التي توفر السكريات وهي 2295 كيلو جول. بالنسبة للدهنيات لدينا 27.2 غرام من الدهنيات، ونعلم أن 1 غرام من الدهنيات توفر لنا 38 كيلو جول، إذا العملية ستعطينا بطرحك نتيجة 1033.6 كيلو جول. فيما يخص البروتيدات، عندنا لدينا 50 غرام من البروتيدات المحصل عليها
في 17 في هذه الحالة النتيجات من 150 كيلو جول. السؤال 3، علما أن الإمداد الطاقي لأغذية هذا الشخص هو 4178.6 كيلو جول، دليلنا لكي نتحقق أن النتائج المحصلة عليها بطبيعة الحال صحيحة، سنقوم بجمع الأرقام المحصلة عليها، فعلا سنحصل على 4178.6 كيلو جول. أتابع وأن إنفاقه الطاقي اليومي 3225.3 كيلو جول. كيف تجد تغذية هذا الشخص؟ أعلي الجواب. كذلك كما ربما تبين لذلك تغذيته غير متوازنة، لأن الإمداد الطاقي أكثر من الإنفاق الطاقي، يحصل على 4178 كيلو جول فاصلة 6، أما بطبيعة الحال إنفاقه فلا يتجاوز 3225.3 كيلو جول، الشيء الذي سيعرضه أو سيؤدي به إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المصاحبة لها، نقصد بذلك أمراض القلب والشرايين. التمرين الثاني لمعرفة مصير أحماض أمينية الناتجة عن هضم البروتيدات المتناول من طرف هذا الشخص داخل الأنبوب الهضمي، نقترحه مبيان وثيقة 2. السؤال رقم 1، صف تغير تركيز الأحماض الأمينية على طول المعي الدقيق. إذا لاحظوا معي بطبيعة الحال لدينا المحور العمودي يمثل لنا النسبة المئوية للأحماض الأمينية، المحور الأفقي المسافة انطلاقا من بداية المعي الدقيق. إذا خلال 30 سنتيمتر الأولى من بداية المعي الدقيق نلاحظ على أن نسبة أو تركيز الأحماض الأمينية فهو مستقر أو ثابت بطبيعة الحال، لكن ابتداء من 30 سنتيمتر إلى غاية 200 سنتيمتر بطبيعة الحال لاحظنا أن تركيز الأحماض الأمينية يتناقص ليصل إلى الصفر حوالي تقريبا بعد 200 سنتيمتر. فعلا هذا ما سنقول كجواب، تركيز الأحماض الأمينية مستقر خلال 30 سنتيمتر الأولى من المعي الدقيق، لكن بعد ذلك نسجل تناقص تركيز الأحماض الأمينية إلى الصفر عند 200 سنتيمتر من بداية المعي الدقيق. السؤال رقم 2، استنتج اسم الظاهرة التي يعبر عنها منحنى الوثيقة 2. إذا فعلا تناقص تركيز الأحماض الأمينية على مستوى المعي الدقيق هذا يفسر بطبيعة الحال بظاهرة امتصاص المعوي، بحيث تمر هذه الأحماض الأمينية في هذه الحالة وباقي مواد القيد في اتجاه الدم في اتجاه الوسط الداخلي أي الدم واللنف. التمرين الثالث لتحديد دور البروتيدات في جسم الإنسان، نقترح نص الوثيقة 3 أسفل. في بعض الدول الإفريقية يصاب الأطفال بفاقة غذائية ناتجة عن سوء التغذية تؤدي إلى أوديمة ونمو غير عادي، خصوصا بعد انتقال تغذية من حليب الأم الغني بالبروتيدات إلى تغذية تقتصر أساسا على دقيق الحبوب الغني بالسكريات. رقم 1، استخرج من النص أعراض هذه الفاقة الغذائية. إذا الأمر يتعلق بطبيعة الحال بأوديمة ونمو غير عادي فعلا. سؤال 2، حدد اسم العنصر الغذائي الذي يؤدي الى نقص فيه الى هذه الفاقه. اذا يمكن نستخرج كذلك من الوثيقه، اذا انتقال تغذيه من حليب الام الغني بالبروتيدات الى تغذيه تقتصر اساسا على الحبوب على دقيق الحبوب الغني بالسكريات، لان هنا الامر يتعلق بنقص في البروتيدات خصوصا البروتيدات ذات مصدر الحيوان. السؤال رقم 3، استنتج اسم هذه الفاقه الغذائيه. الامر يتعلق بفاقه الكواشيوركور. التمرين الثالث، يبين المنحنى جانب تطور تركيز الجلوكوز في البول على طول البنية الكلوية وهو الأنبوب البولي في مواقع متتالية من المحفظة، الموقع رقم 1 والمستوى رقم 1 إلى الأنبوب المجمع المستوى رقم 5. رقم 1، كيف يتغير تركيز الجلوكوز على طول الأنبوب البولي؟ الفكرة بسيطة، لدى المحور العمودي يمثل لنا تركيز الجلوكوز بالجرام في اللتر، المحور الأفقي يمثل لنا المستويات مختلف مستويات الأنبوب الهضمي انطلاقا من المستوى رقم 1 المحفظة إلى المستوى رقم 5 الأنبوب المجمع. فعلا كما نلاحظ منحنى تنازلي، وبالتالي الأمر الشيء الذي يدل على أن تركيز الجلوكوز انتقل من 0.8 جرام في اللتر في المستوى رقم 1 أي مستوى المحفظة ليصل إلى 0 في المستوى رقم 4 أي مستوى الأنبوب المجمع. رغم وجود الجلوكوز في الأنبوب البولي فإنه ليس من المكونات العادية للبول، بماذا تفسر ذلك؟ إذا فعلا بطبيعة الحال نفسره بكون أن الجلوكوز يخضع لإعادة امتصاص على مستوى الأنبوب الملتوي، وهذه الإعادة أي إعادة امتصاص تكون 100%. ولتذكير فقط بطبيعة الحال نجد الجلوكوز ضمن مكونات البول عندما يكون الشخص مصاب بمرض السكري، وعندما يتجاوز تركيزه في الدم بطبيعة الحال 1.6 جرام في اللتر والتي أعطيناها صفة عتبة إبراز الجلوكوز. سؤال 3، على مدى يدل وجوده في البول عند بعض الأشخاص؟ إذا كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات فعلا يدل على أن الشخص مصاب بمرض السكري. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.